فتحت البراد ولقيت هدول الديدان خربانين، وبصراحة ماني حابب كبهم بالزبالة. إذا عندكم ديدان خربانين لا تكبوهم بالزبالة، رح لكم شو تعملوا فيهم. أول شي منجيب خلاط ومنحط كم حبة دود بقلب الخلاط، منحط كمان شوي، هاي حطيناهم هون بالخلاط، لازم نفرمهم كتير منيح. هيك شكلهم من جوا، ريحتهم مزعجة بس عادي. وعندي هون الزريعة رح تموت. بجيب جاط، بفضي الخليط بقلب الجاط، هيك بيكون لونه. نجيب الزريعة، نحط التراب يلي بالزريعة، بعدين منخلطهم مع بعض، صاروا عنا بهذا الشكل. وآخر شي منحطهم بالحوض تبع الزريعة، بعدين منجيب الزريعة ومنحطها فوقهم، وهيك منكون استفدنا من الدود الخربان وعملناه سماد للزريعة.